إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك ومشاركة مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين أخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بغيت ندير لكم فيديو على دي سبوت، لي سبوت ديال لينيش. لي سبوت ديال لينيش اللي أكثرية ديك اليوم اللي تيجيو تيقلبوا عليها لي كولور بزاف، لي سبوت ديال لينيش وما كيتلقاوش في السوق. اليوم جبت لكم طريقه باش يمكن لك دير لي كولور في لي سبوت ديال لينيش. لي سبوت ديال لينيش اللي فيهم الشوا بزاف من المشكل اللي كنوقعوا فيه هو لي كولور. كاين لي كليون تيجي كيقول لك بغيت لي سبوت ديال لينيش، يا في البلو يا في الفير يا في الغوج يا في بلانشو، يعني كل واحد واش من لون كيبغي. من المشكل اللي عندنا هو لي سبوت ديال لينيش اللي ما فيهمش لي كولور. لي سبوت ديال لينيش اللي فيهم غير الابيض والصفر، سبوت لينيش اللي كتجي كتعطي واحد لو شارم زوين بزاف في لي كولور. مي بالنسبه للبيض حتى هو زوين، من الناس كاينين كيقلبوا على لي كولور بزاف، كاين اللي كيبغي الاحمر، كاين اللي كيبغي الخضر، كاين اللي كيبغي الصفار الزراق، كل واحد لو كولور اللي كتعجبو. يعني جبت لكم انا اليوم الطريقه باش يمكن لي نقاد لي كولور في سبوت ديال لينيش. وهاد لي سبوت ديال لينيش اللي كيتواجدوا عند ال بي ام الكتريسيتي في اكادير، ماشي جميع الشركات اللي عندهم هاد لي سبوت ديال لينيش ديال لي كولور. الاكثريه اللي كتلاقاو في لي سوسيتي اخرين كتلاقاو لي كولور بلونش ولا كولور شو، يعني ما بين بيض وصفر ولا صفر. من اليوم هاد الفيديو درتو لكم باش تشوفوا الطريقه باش كان ال بي ام الكتريسيتي كتقاد لكم لي سبوت ديال لينيش في لي كولور اللي بغيتو. وبقاو معايا كتشوفوا معايا هادي سبوت ديال لينيش، لي كليراج ديال ابيض، هادي لي كليراج ديال ابيض. ودابا ان شاء الله بقاو معايا نوريكم كيفاش غنرجع الضو ديالها في لا كولور زرق. هي هادي كنحلو السبوطه ديال لينيش، السبوطه ديال لينيش هي هادي، هي هادي، هادي في لا كولور ابيض. هادو هما لي زاكسيسوار ديالها. وانا غنخدم لكم الطريقه ديال الضو يكون في لا كولور بلو، يعني الزرق. انا هاد الفيديو اليوم درتو لكم باش تستافدوا، يعني كاينين الناس اللي ما عارفينش في خارج اكادير، يعني كيقلبوا على دي سبوت ديال لينيش مي لي كولور بزاف ما كاينينش. يعني كتلقى له شوا في الكادر ديال السبوت ديال لينيش، كاين البلو، كاين البلونش، كاين الدوري وكاين الكري. مي المشكل اللي كنوقعوا فيه حنا كنوقعوا في المشكل ديال لي كولور، يعني لي كولور بزاف راه ما كاينش. يعني اليوم غادي نخدم لكم بواحد لا كولور اللي هو زرق، اللي هو هذا، هاد لا كولور الزرق اللي غيجي يطلع زوين في السبوطه ديال لينيش اللي كيقلبوا عليه بزاف ديال الناس، واللي هو اللي كيتواجد دابا في مدينه اكادير عند شركه ال بي ام الكتريسيتي اللي هو هذا. اليوم قلت علاش ما يستافدوش الناس جميع، يعني حيت كاينين الناس خارج اكادير اللي يعني ما يقدرش يجي عندك الاكادير باش ياخذ عندك هاد لي سبوط هادو في لا كولور. قلت انا علاش انا ما نوريش الناس الطريقه باش يخدموا لي كولور في لي سبوط ديال لينيش. هذه كما شفتوها الضو ابيض، حنا دابا رجعناها في الضو الزرق. لي هذا هو الضو ديال هادي، ها هذا ضو زرق كما كتشوف، هاد الضو هذا زرق، هادي كانت في البيض ورجعتها في لا كولور زرقاء. وعندنا واحد الموديل اخر اللي هو هاد سبوت ديال لينيش كريستال، هاد كريستال اللي فيها الضو ابيض كما كتشوفوا، هادي فيها الضو ابيض هي هادي. وغتبقاو معايا باش نوريكم كيفاش غنرجعها في لا كولور اخر من غير الابيض. هادي غنخدمها لكم بلا كولور في الغوج، حيت كاينين الناس اكثريا تيقلبوا على لا كولور غوج في هاد لي سبوت ديال لينيش. وكما قلت لكم هاد لي كولور كاملين اللي كتشوفوا معايا راه كاين عند ال بي ام اكادير. كما كتشوفوا ها هي، هذا هو الكليراج ديال الضو احمر. هاد السبوت ديال لينيش اللي قدرنا ندير شحال من كولور، يعني ندير الزرق الخضر الصفار الاحمر ما عندي مشكل. يعني باش كيجي عندي الكليون للمكازان كيختار الكولور اللي بغا، تيقول لي الالوان اللي بغا وانا كنقاد ليه اللون اللي بغا. هذه اللي كتشوفوا هذه في لون احمر. دابا
ميم با امينيت غنرجع لكم في لاكولور خضراء. قوم معايا باش تشوفوا كيفاش. كنحلوا السبوطه ديال العناش، كنحيدوا داك اللون اللي درنا في الاول، وانا غنرجع لكم في لاكولور خضراء. هيا هيا في الخضر، هذا هو لا كولور فيغ ديالي كما كتشوفوا. كاين اللي كيكون عزيز عليه الاحمر، الخضر، الزرق، الصفر، كل واحد كولور. غير كما قلت لكم هذه سبوت ديال العناش اللي فيهم لي موديل بزاف، يعني في الكادر ديالها كيكون الكري، كيكون هاد لينوكس بالكريستال، تيكون بلونش. مي الحال المشكل اللي تيكون هو ديال لي كولور ديال ليكليراج، لا كولور ديال ليكليراج انا كنبدلو، يعني كتجي كتختار انت السبوطه ديال النش اللي بغيتي، وانا كنعطيك لا كولور اللي طلبتي ليا. طلبتي ليا الاحمر نعطيك الاحمر، الخضر، الصفار، الزرق، اللي بغيتي، ما عندك حتى مشكل. كما كتشوفوا هذه هي عندنا، عندنا هاد الشكل حتى هو زوين، هذه جاج كامله، هذه جاج، والضو ديالها كتشوفوا هو هذا. هذا هو الضو ديال هاد السبوت ديال الجاج، ودابا غنرجع لكم في اللون واحد اخر، بقاو معايا. غادي نخدمها لكم حتى هي باللون خضر باش تبان مزيان، باش حتى نتوما بغيتكم تستافدوا معايا. والطريقه اللي ما فهمش كيفاش كندير ليها، كما قلت لكم راني كنخلي نمره التليفون ديالي في صندوق الوصف، غتعيطوا ليا ولا غتخليوا ليا تعليق وانا غنفهمكم اي حاجه كطلبوها مني. غتلقاو الاستفسار ديالها في لي كومونتير، ولا عيطوا ليا في التليفون، ما عندكم حتى مشكل. تعيط ليا بالنهار بالليل ما كاين حتى شي مشكل، انا غنجاوبك وغنوريك الطريقه باش غتخدم ومهنيك. يعني ماشي غادي نخبي نقول لكم لا هاد الحاجه كنديرها بوحدي، يعني ما يمكنش الناس يستافدوا منها. انا الحمد لله الارزاق بيد الله، يعني هاد الشيء كنديرو للجميع، يعني كلشي يستافد. جيتو عندي مرحبا بكم، تقديتو في بلاصه اخرى، راه كتقولوا لهم الطريقه اللي بغيتو وهما غادي يقوموا بالواجب. هذه كما كتشوفوها هذه خضراء، انا رجعتها في لاكولور خضراء. هذه كما كتشوفوا درتها في لاكولور فيغ. بغيتو نتوما تشونجيو لاكولور، ديرو في الغوج ولا في البلو ولا في جون ولا اللي بغيتو، ولا حتى في الموف، ما كاين حتى شي مشكل، يعني يمكن تشونجي في لاكولور اللي بغيت. وعندنا هذه في لاكولور غري، هذه في لاكولور غري حتى هي في الضو ابيض، هذه في الضو ابيض، وغادي ندير لاكولور ديال الموف. هادو دي اكسسوار هي هادي، كنرجع ليها لي اكسسوار ديالها هي هما هادو. كنسد السبوطة مزيان على هكا، هاهي السبوطة بدلناها من اللون الابيض للون الموف، هي هادي، هذا الموف. شتي لاكولور شحال زوين. هادي السبوط ديال العناش في لاكولور كري، الكادر لاكولور كري، وليكليراج ديالها في الموف. وعندنا واحد الموديل اخر اللي زوين بزاف اللي تياخذوه الناس، اللي هذا الدوغي، هاد الدوغي اللي كيجي زوين. كاينين الناس اللي كيكون عندهم شي حاجه في الدار، يعني في البلاصه اللي غايدير سبوت ديال النيش في هاد لاكولور ديال الدوري، يعني كيطلب منك لاكولور الدوري، وهادي حتى هي راه كتبدلها في لاكولور اللي بغيتي. هادي كما كتشوفوا، هادي نديرها في لاكولور اللي بغيت، ما عندي مشكل. هادي نشونجيها في لاكولور بلو. انا الحمد لله كما كنقول لكم في الدومين ديالي، انا راه بغيت كلشي يستافد، ماشي انا غادي نهز نخبي شي، نقول لا خصني نخبي باش ما نبينش الطريقه باش كنخدم في الخدمه ديالي. الحمد لله انا عزيز عليا نخدم اي حاجه كنديرها
استفدوا مني. وفا لا كولور بلو كما كتشوفوا في هادي، ها هي بلا كولور بلو، ها هي حتى بالنسبه لي كولور كنخدم لي كولور بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف اللي كتعجب لك اليوم بزاف. هادي كانت في لا كولور ابيض ورجعت في لا كولور الزرق كما كتشوفوا، هاد الزرق اللي هو زرق داك بلوسيال، يعني الزرق الزرق ماشي فرونسي، زرق خفيف اللي كي اللي عزيز بزاف عند الناس، اللي اكثريه كيطلبوه ليا. كما قلت لكم هذه سبوت ديال لي نيش هادو اللي فيهم بزاف ديال التشكيلات، كاين هذه ديال الجل كما كتشوفوا هي هذه، ها هي، وعندي هذه في الابيض، كاين اللي كيبغي سامبل ها هي، وكاين هذه كريستال اللي كتبان الشعله ديالها زوينه في هذا الكريستال هذا، يعني فاش كتركب لا كولور لهاد سبوت كريستال كيبان واحد لو شارم زوين. وكاينه هذه في الكري اللي رجعت لا كولور ديالها في الموف، وكاينه هاد الدوري، هاد الدوري اللي هي حتى هي زوينه بزاف كما كتشوفوا. هادي سبوت ديال لي نيش، وهادي الطريقه ديالي باش كنخدم انا مع لي كليون ديالي، وماشي كنقول باللي الا بدلت لا كولور ديال السبوت ديال لي نيش بحال قلتي كتسوى 39 درهم وانا ندير ليها 40 ولا 50، انا ندير ليها 50 درهم ولا 60 درهم، راه كيبقى في نفس الثمن، غير هاد القضيه اللي كندير انا ديال لي كولور غير بحال كنتساعد مع لي كليون ديالي. فاش كيزير كليان عندي تيطلب مني لا كولور خصني نخدم ليه لا كولور، يعني ما يمكنش نقول ليه لا سبوت ديال لي نيش ما يمكنش تلقى عندي لا كولور. انا الحمد لله اي حاجه تيجي عندي الكليون خصني نتلقى ليها الحل، وفي هذا البوست اللي انا فيها وقت اللي جا عندي اي كليان تيقول لك عندي هذا المشكل ولا عندي هذا ولا بغيت هذا خصني نتلقى عليه، يعني ما خصنيش يعني ندير شي حاجه اللي تخلي الكليان يمشي وما يرجعش مره اخرى، يعني كان اي حاجه اللي غنستافدوا منها بجوج راه كنديرها مع الكليان ديالي. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى ديما تستافدوا معايا وما تنساونيش من لي لايك، وديما معكم بالجديد.